يا اخي مش طبط كل شيء سويته، العاب سوني، اي فليفر بالجوال، بالسناب، بالانستغرام، كل شيء. افا ايش فيك طفشان؟ يا اخي طفش يا اخي، لعبت بالجوال بالسوني بكل شيء كله طفش. طيب اسمع، ما دريت عنها اللعبه اللي نزلت في مكتب جرير؟ وش اسمها؟ لعبه اسمها كابوم. هذه ايش رايك نروح نلعبها الحين؟ يلا مشي. يلا مشي. افوز عليكم، تشوفون انا موجود. الميدان يا حميدان انت وياه. شوف اللي بيفوز. اذا تبي تفهم اللعبه اكثر واكثر راح احط لكم رابط شرح للعبه كامل في الوصف، واذا تبي اللعبه تلقاها بجميع فروع مكتبه جرير، وراح احط لكم حساب اللعبه في الانستغرام وتويتر، تابعوهم وخلوكم مع المقطع. عليكم يا احلى متابعين، اليوم راجعين لكم حلقه جديده مع ضيفنا الشرف نواف سليمان. حبيبي شرفنا فيك الغالي. اليوم راجعين لكم مقطع جديد اللي هو لو خيروك، لان الكثير طلبونا منا نسوي لو خيروك، راح نسويها بس كيف بطريقتنا، راح نشرح لكم في عقبات وزي كذا، ان شاء الله تستمتعون. المهم قبل ما تشوف المقطع، زي ما تشوفون المدن الدول العربيه، توقع الدول العربيه ان شاء الله كلها كامله توقع. المهم اكتب لنا في الكومنت من وين انت وحط لنا لايك، شكرا لك حبيبي. حطيت لايك، واللي اذا اشتركت اوكي انا مش فيني كلش، اشترك حبيبي، اذا ما اشتركت اشترك. توقع قد سويناها تحدي، بس هذا عقاب عاد، يعني حظك تسحب واحده عاد تطلع عليك ولا لا. المهم المهم اشرح لهم كيف. لو خيروك ايه؟ لو خيروك مثلا جاب لك سؤالين وجبتها خطا، نحطها لي فوق راسك، نسحب واحده، اذا ما جت نخليها ما نحطها مره ثانيه. اذا بعدين يجي دور مكان، اذا خطا بعد نسحب. اي واحد خطا راح نسحب منه، عاد حظه، عاد اللي تطيع عليه المويه ولا لا. التصويت كيف بقول لكم لو خيروك؟ لو خيروك هذا طريقتنا. كيف طريقتنا؟ مو لو خيروك انت من نفسك، لا، تشوف الناس توقع وشو. يعني مثلا انا اعطيكم مثال، الهلال والنصر، الصدق اغلبيه وش يشوفون؟ يشوفون الهلال، يعني كصدق، يعني اشوف الجمهوريه الاكثر الهلال. اي انا اعطيكم يعني كصدق، يعني التصويت، اذا التصويت اكثر فيعتبر فايز انت. اذا حطيت مثلا بس الهلال والنصر عينين في راس اكيد، وحتى الشباب طبعا في الراس، الشباب غير الشباب، هذا اهم شيء، شيخ النوادي. المهم ما ودنا نتكلم، بس انا اقول لكم الاكثر تصويت هو اللي يعتبر فايز عد ايه من عند الناس. يلا يلا اختار، طول صوتك نواف. ها اول لو خيرت طبعا عند نواف. يلا نشوف. تلعب كوره طول حياتك؟ اضغط شوي يركب يدك ساعه. لا اضغط، ايه اضغط ما عليك. اوه صح، اكثر تصويت طلع عندك. اوكي يلا الحين انا عندي لو خيارات. الصدق اشوف الناس اكثرها المطعم. صح يا الله. يلا عادي عادي اقراها. اتوقع خطا. اوكي يا رب البسها يا وحش. بسم الله البسها. شل هذا دقيق ما عبينا مويه، احنا هنعبي كثير. لا يلا يا تبرك. انت اللي تختار وش هي؟ انت اللي تختار. لا انت اللي منزم اختارت. يلا صار لي. يلا انت. ايوه ما نزلت. الله يلا يلا الحين طبعا اكيد الثانيه تنسى اسماء جميع الاشخاص اللي تعرفهم. اما خطا اوكي يلا بسم الله ان شاء الله اشوى كان انا لا ما نزل اشوى.
في فريقك لكن احتياط. اضغط. صح. خص. والله اطلع اكثر عندك. اوكي. مشو الناس تكره. والله ما ادري. هذا صعب لي. اقولها عادي. ولا هم يشوفون اتوقع. ايه هذه متوكلت صح. حلو. اتوقع الحين خلصنا 3-3. زراح ترى زدنا الحين تقريبا 3-3 خلصنا بس نبي نزود عادي شوي. يلا اختار. وش تتوقع اكثر؟ تكون طباخ تغسل. اخلص وش تبي؟ اوكي اضغط. انت ما تنهزم انت. يا الله على الاعلانات. تلبس ملابس خلاص ذكرني نواف. ملابس صيفيه في الشتاء تلبس ملابس شتويه في الصيف. لا شتويه في الصيف اتوقع. ايه اما خطا ادري وش اجيب ملابس الصيف. اوكي يلا اتوقع من عندي. اتوقع اني انا ما حاس ان حظي نحس. انا لو بسحب بسحب اي واحده عادي. هذه شوف حظك. الحمد لله. يلا باقي الحين 1 2 3 4 5. شوف من اللي يطيح عليه بسرعه. يلا اختار. شو كذا انهزمت يا وحش. يلا يلا بسرعه يا رب تنهزم. ما طاحت. ام الحظ. اصبر اصبر تاكد ترى كذا تنزم ترى. لا لا شوف نكت صح. لا في معبين احنا ما عليك. يلا اوكي اصبر. تشاهد فيلم ممل جدا واذا تجذب بدون ما تعمل شيء ساعة كاملة. لا أجلس بدون ما أجلس. إيه أشوف صح. يلا دورك. تأكل 5 شاورما. صور شاشة. يلا اختار. يس. ما حد بينهزم. تسافر بالزمن ولا تنقى بسرعة الضوء. تسافر بالزمن. يا رب يا رب يا رب مبين. يا رب مبين. هذه الجوال هذه هذه غثت. وضع إذا تلنت. لا الله يقلع بليس. قبل. هو الانكب ما ادري ترى يصب. والله اعلم يصب. هو يصب الحين ولا لا؟ انا زيك. هو صب ترى شوي. خلينا نشوف نتاكد ما دام خلاص خارب خارب انهزمت. لا هذا لا الا اتوقع الا لا انصب. هذا اي والله هذا. لا لا بقى واحد. خلينا نشوف هذا هذا ولا لا. اي هذا اجل هذا والله. لا مسخني انا زين. طلع غش اجل. لا لا بس وراي يا اخي. الله يقلع ابليس. طبعا كذا وصلنا لنهايه الحلقه وزي ما شفتوا سبحتنا وانا استعجلت. ولا المفروض ما انهزمت بس انا قلت خلاص يعني خلاص نقط كم من نقطه قلت انهزمت بس يوم شفت الاخيره هي اللي المفروض نكمل بس انا استعجلت وانهزمت. هارد لك يا انا. مبروك نواف. طبعا هذا لو خيروك انتم اللي طلبتوه وما قلنا مودنا نردكم. كتبتوا بالكومنت انتم تبون تحديات تبون اشياء نسويها اكتبونا في الكومنت وابشروا ان شاء الله راح نشوف الكومنت راح نسويها. ما عليكم طبعا كل شيء بيكون بطريقتنا يعني ما عليك. اوكي
ودي توسل كثير. المهم كذا وصلنا لنهاية الحلقة. لا تنسى اللايك، وإذا أنت مو مشترك اشترك في القناة عشان أول ما ننزل حلقة راح يجيك تنبيه، وتابعني في حساباتي تحت سناب وإنستغرام. وشكرا لكم على دعمكم المقاطع اللي قبل. الله يعطيكم ألف ألف عافية، وإن شاء الله نوصل مليون إن شاء الله قريب. كان معكم أكام بسليمان. سلام. يلا مع السلامة. يلا. لو خيرك. معليش بس حسام ترى اتوقع ما صورت. يقرب الباب بصور الشاشة يا اخي اقسم بالله ما هو. معليش انا بصور الشاشة الحين. كل يوم بدأ. يا اخي مش الطفاش. سهل. تعال كي بالجوال كيف طاقتك؟ أنا يا الله والله طفش، قسم بالله طفش. أنت قاعد تسوي كذا راح يمشي جنبك سريع بيجلس. هو جالس خلاص طفش كل شيء سويته يا ربي. تشوفون أنا موجود. لا لا تضحك آخر شيء، خلك معصب لين ينتهي المقطع. المداني أحمدان أنت وياه. أوه معلش. You're ready.